بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس التربية الدينية للفصل الدراسي الثاني، عندنا الدرس الثاني بالوحدة الثالثة وهو الإنسان والأرض. احنا خدنا المرة اللي فاتت الإنسان والفضاء، النهاردة معنا الإنسان والأرض. تعالوا نشوف كده ايه هي علاقة الإنسان بالأرض. هنقرأ وهنحلل الدرس زي ما تعودنا. بيقول: في الليلة التالية قال الوالد: سنتحدث الليلة عن علاقة الإنسان بالأرض وما عليها، فنحن لا نعيش وحدنا في هذا الكون. خلي بالك من كلمة وحدنا، هنتطرق بس كده للغة العربية معلش. وحدنا يا جماعة، خلي بالك كلمة وحدة لما بتضاف لضمير بعربها دايما حال. نكمل: فنحن لا نعيش وحدنا في هذا الكون. ايه ده، مش احنا لوحدنا بس اللي بنعيش في الكون ده؟ ولكن حولنا مخلوقات كثيرة. أيوة طبعا، في مخلوقات كثيرة جدا ربنا خلقها حواليك، اللي هي الطيور والزواحف، كل الكائنات الموجودة والحشرات، كل ده مخلوقات خلقها الله عز وجل. ولكن حولنا مخلوقات أخرى كثيرة تسير أمورها بنظام بديع، أو تسير أمورها بنظام بديع وتدبير محكم، مما يدل على وحدة الخالق وقدرته وحكمته. وقد عرفنا في حديث الأمس أن هذه المخلوقات تمثل أمماً من الحيوانات والحشرات والزواحف والطيور، وكل أمة أو جماعة منها لها خصائصها، أو لها خصائص واحدة تميزها عن غيرها، كما أن لها طريقة في التعامل خاصة بها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض تجذب إليها كل ما فوقها بقوة الجاذبية الأرضية. قوة الجاذبية الأرضية اللي بتخلينا كلنا ماشيين ثابتين على وجه الأرض، أو بتخلي كل الكائنات مفيش حد فينا طاير في الهواء، لا بنبقى كلنا ماشيين مستقرين، ولولا ذلك ما استقر عليها شيء من الكائنات الحية. كما جعل الله سبحانه وتعالى الجبال ثوابتة ورواسي حتى لا تضطرب هذه الأرض. ربنا وضع الجبال يا جماعة في الأرض لكي تثبتها. الجبال رواسي، أي تثبت الأرض. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الأرض رواسي، أي الجبال، عشان تثبت الأرض يا جماعة، عشان ما تهتزش وما تضطربش، لأن الأرض بتدور بسرعة كبيرة جدا. ومن بديع صنع الله أن جعل في هذه الجبال مسالك وطرقا واسعة ليهتدي بها الإنسان إلى مقاصده في السفر والتنقل من مكان إلى آخر. طبعا الكلام ده كان زمان، دلوقتي ما بقناش نمشي في الجبال زي زمان. زمان كان كل حياتنا معتمدة على السير في الجبال، لكن دلوقتي يا جماعة بقى في عندنا الطائرات والقطارات وغير السيارات اللي احنا معظمنا ما بيمشيش بيها في وسط الجبال إلا نادرا في الأماكن اللي معظمها جبال. عندنا الآية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أي أن الله جعل لنا في هذه الأرض رواسي وهي الجبال علشان ما تمدش بينا، تميد أي تنحرف وتضطرب، وجعل لنا فيها فجاجا سبلا، أي طرقا أو فتحات ومسالك، اللي هي الطرق اللي احنا هنهتدي بها. وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما يعيش فوقها من إنسان وحيوان ونبات، وإلى السماء وشمسها وكواكبها ونجومها، لوجدنا كل ذلك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم، فإن كل حبة رمل أو حصاة في الأرض، وكل ورقة في شجرة، أو كل زهرة، وكل نبتة، وكل شجرة، وكل زاحفة، وكل حيوان أو إنسان، وكل دابة على الأرض، وكل سابحة في الماء أو في الهواء والسماء وكواكبها وكل سكانها، إنهم يسبحون بحمد الله ويتوجهون إلى الله. فما من شيء في هذا الوجود إلا وينطق بعظمة الله عز وجل.
انظر الى كل الكون من حواليك، شوف السماء ربنا رفعها ازاي، شوف الارض، كل ده، كل هذه الاشياء تؤكد وحدانية الله وعظمة الله عز وجل. انهم يسبحون بحمد الله ويتوجهون اليه، فما من شيء في هذا الوجود الا وينطق بعظمة الله ويشهد على وحدانيته جل وعلا. ولكننا لا نفهم تسبيح هذه الأشياء لأنها تسبح بلغتها التي تختلف عن لغاتنا. وقد سخر الله كل شيء في الكون لخدمة الإنسان، يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لو ركزنا في الآية دي، ربنا سخر لنا اللي في السماء واللي في الأرض يا جماعة عشان نقدر ان احنا ننتفع بيها ونكون خلفاء لله في الأرض، نعمرها كما اخذنا في الدرس اللي قبل كده. وخلق الله كل شيء لخدمة الإنسان أيضا، وخلق الإنسان ليكون خليفة له يعبده في أرضه وفق المنهج الذي رسمه له، زي النظام اللي ربنا خلقه لك وربنا وضعه لك هتمشي عليه، وده بقدرة الخالق عز وجل وتدبيره وحكمته. لو مشينا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وكما وضع لنا الله سبحانه وتعالى القواعد اللي احنا ماشيين بيها يا جماعة، لو مشينا زي ما ربنا أمرنا مستحيل هنتعب، مستحيل هتلاقي حد كاره حياته، مستحيل هتلاقي في عمليات انتحار، مستحيل انك هتلاقي في حد مش راضي برزقه، بالعكس كلنا هنبقى عايشين في رضا وعايشين في قناعة تامة بأن ذلك رزق الله يعطيه من يشاء. تعالوا ما نشوف واجب الإنسان نحو بيئته. قال علاء: إننا نشاهد أناسا كثيرين يسيئون التعامل مع الأرض الزراعية. خلي بالك، في ناس كتير بالفعل بتسيء للأرض الزراعية. إزاي بقى؟ تعال نشوف. إقامة المصانع عليها والتخلص من مخلفات المصانع دي في النيل والترع مما يؤدي إلى فقد النبات والحيوان. إزاي؟ قال لي: ما هو المية لما تلوث النبات مش هيطلع يا جماعة، النبات بالعكس هيموت، لأن أنا بديله مية فاسدة ما تصلحش له. ويزيد من تلوث البيئة. هيزود تلوث البيئة إزاي؟ قال لي: لأن النبات يا جماعة، خلي بالك، النبات بيعمل إيه؟ بيمتص الغاز ثاني اكسيد الكربون الموجود في البيئه وبيديني مكانه اكسجين. لو ده ما حصلش يبقى عوادم السيارات هتؤثر، وكل ده هيبوظ البيئه من حوالينا، والغلاف الجوي بتاعنا هيبوظ، وهتبقى الحياه كلها حياه مش سليمه. قال الوالد: نعم يا علاء، هذا اعتداء على الارض وما فيها من خيرات. وهناك صور اخرى للاعتداء. تعالوا نشوف صور الاعتداء الاخرى هي ايه. نكمل، بيقول لك: قال الوالد: نعم يا علاء، وهذا اعتداء على الأرض وما فيها من خيرات. وهناك صور أخرى للاعتداء زي ما احنا قلنا. تعالوا نشوف، بيقولك ايه: نراها في تجريف الأرض الزراعية. يعني ايه تجريف يا جماعة؟ ان انا بشيل جزء من الأرض الزراعية، طبقة من القشرة الأرضية، مما يؤدي الى نقص رقعة الأرض المنزرعة. اما نعمل عملية تجريف يا جماعة، الأرض بتقل كفاءتها وأيضا إلى نقص محصولها. وهناك أيضا ظاهرة القطع الجائر للأشجار. قطع جائر زي ما أخذتوها في دراسات الاجتماعية، اللي هي عملية إبادة للأشجار، تقطيع للأشجار، إبادة، قطع جائر، وده غلط يا جماعة، مما يؤدي إلى الزحف الصحراوي اللي هو عملية التصحر، اللي هي بيه؟ أن الأرض الزراعية تتحول إلى أرض غير زراعية، وما تنفعش تكون أرض خصبة اللي أنا أزرع فيها، حيث تتحول الأرض الزراعية إلى صحراء بعد أن كانت أشجارا مورقة خضراء. الأم قالت: علينا أن نهتم بالبيئة اللي بنعيش فيها، ونفتح النوافذ لتدخل الشمس بيوتنا، فالبيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. وده كويس إنها جت في الفترة دي يا جماعة، خلي بالكوا افتحوا شبابيككوا كويس، علشان إحنا طبعا ربنا يبعد عنا ذلك الفيروس القاتل، ربنا يعافينا جميعا ويكتب لنا السلامة من هذا الفيروس كورونا، ربنا يعافينا جميعا يا جماعة. فافتح شباكك ودخل الشمس لبيتك، لأن الشمس قاتل للفيروسات وقاتل للميكروبات الضارة. تعال كده اسمع: لأن الشمس تقتل الميكروبات الضارة، وعلينا كذلك ألا نلقي الفضلات والقاذورات في الطريق. إياك تبقى ماشي زي ما بنشوف في المدرسة يا جماعة، بعض الطلبة تشرب الكان وترميها في الفناء بتاع المدرسة، وده غلط. أنت بترمي ليه كده؟ لو بيتك مش هترمي فيه الفصل. بندخل الفصول برضو في بعض الأحيان بنلاقي بعض الطلبة السيئين اللي بيرموا
القمامة بتاعتهم على الأرض. يا حبيبي لأ، خليك بتمثل المكان النظيف اللي انت جاي منه، يعني شيل الحاجات اللي هي اللي انت مش محتاجها، وفي باسكت موجود في الفصل الكلاس بتاعك، سلة الموبايلات الموجودة في الجنب ارمي فيها القاذورات والقمامة اللي انت مش محتاجها. ليه؟ لان ده بيؤدي الى انتشار الميكروبات، واحنا بنقول يا رب يعافينا من كل الميكروبات اللي حوالينا. بيقول لك كمان اسمع، لان الشمس تقتل الميكروبات الضارة، وعلينا كذلك ان نلقي الفضلات والقاذورات في الطريق ولا في الانهار والترع. الناس اللي تلقي بالحيوانات الميتة وبيخلوا المصارف بتاعة المصانع والمخلفات بتاعتها تلقى في الأنهار والترع، فده طبعا شيء سيء. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الناس اللي بتتبرز في الموارد اللي هي موارد المياه، قارعة الطريق يعني على الطريق، وكمان في المكان اللي فيه ظل اللي الناس بتستريح فيه، ما ينفعش تلقي فيه القمامة بتاعتك أو القاذورات بتاعتك. أضافت الأم: لذلك يجب علينا أن نتعامل مع البيئة برفق حتى ننتفع بها وبما فيها من خيرات، وأن نحافظ عليها من التلوث ومن كل ضرر يلحق بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبسا وظلما بغير حق يكون له، صوب الله رأسه في النار. تاني: من قطع سدرة أي شجرة، والسدرة اللي هي شجرة النب، وشجرة النبق اللي هي شجرة من أشجار الجنة إن شاء الله، وكمان هي بتطلع فاكهة صغنطوطة كده زي شبيهة بالكريز يا جماعة، جواها برضو نواة صغنطوطة كده طعمها مختلف تماما عن الكريز، ولكن هي من ضمن الفواكه الموجودة. في مننا اللي يعرفها وفي مننا ما يعرفهاش. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من قطع سدرة في فلاء أي في صحراء يستظل بها ابن السبيل، بيستظل بها الناس اللي راحة واللي جاية، والبهائم، والبهائمة يعني البهائم أو الإنسان بيستظل بتلك الشجرة وتيجي أنت تقطعها عبثا وظلما بغير حق يكون له، من غير حق ليك أنك تقطعها، إيه اللي يحصل؟ صوب الله رأسه في النار. ربنا بيضع رأسه في النار. طيب تعالوا بقى ما نشوف أثر المحافظة على البيئة. سكت الوالد قليلا ثم قال: إن الإنسان إذا أحسن التعامل مع البيئة واكتشف قوانين الله التي سخرها له عاد ذلك بالنفع عليه وعلى الإنسانية كلها، وإذا أساء التعامل مع البيئة يكون قد ظلم نفسه وظلم مجتمعه ظلما كبيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ما من مسلم يزرع زرعا، أي زرعة هتزرعها، هيأكل منها إنسان أو هيأكل منها حيوان أو طائر أو بهيمة، أي حاجة هتأكل منها هتأخذ عليها صدقة. لذلك تهتم الدولة بغرس الأشجار على الطرق والترع والمصارف وفي كل مكان يتيسر غرسها فيه، كما تتبع الدولة الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تجود الأرض الزراعية وتعطي الثمار، خاصة وأن العالم يواجه مشكلة الزيادة السكانية مع ضيق رقعة الأرض الزراعية. يبقى معنى الكلام يا جماعة ان احنا ما نزرعش اي اشجار، يا ريت بلاش الاشجار الزينة والحاجات اللي احنا بنحطها في الشوارع، لا لا لا، كل ده والله ملوش فايدة. اللي له فايدة هو ان احنا نزرع اشجار مثمرة، ده هيكون له عائد كبير جدا علينا وعلى الانتاج والمواد الغذائية الموجودة في دولتنا. بيقول ايه كمان؟ كما اهتمت الدولة بغزو الصحراء وإنشاء المدن الجديدة فيها وتعميرها وزيادة الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي من الموارد الغذائية المختلفة. طيب تعالوا بقى ما نشوف ترشيد الاستهلاك. قالت ولاء: تحدث اليوم مشرف جماعة خدمة البيئة في المدرسة عن أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المال العام، ونصحنا بألا نترك المصابيح الكهربائية مضاءة ليل نهار. خلي بالك زي ما قلنا في الدرس اللي فات، دي أمانة عليك إنك تطفيها، لأن ده يا جماعة
الطاقة بتاعت دولتك، فانت اما تسيبها اي ده فده حرام عليك. انت كده اهدرت الطاقة في شيء مش ايه، مش صالح. انت سايبها منورة ليه؟ ونصحنا بألا نترك المصابيح الكهربائية مضاءة ليل نهار، وألا نترك صنابير المياه مفتوحة دون فائدة، ولا نشتري خبزا أكثر مما نحتاج إليه ثم نلقي ما يزيد عن حاجاتنا في صناديق القمامة. الناس اللي بتاخد السندوتشات من ماما في البيت وترميها، وده احنا بنشوفه كلكم عارفين كده، وغير ذلك مما يؤدي إلى أن تنفق الدولة ملايين الجنيهات التي تضيع دون فائدة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. علينا أن احنا نتزين وناخد زينتنا عند كل مسجد، وأن نأكل ونشرب ما نريد، ولكن دون إسراف. خلي بالك، دون إسراف، زي ما خدنا في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يبقى دون إسراف يا جماعة، لأن الله لا يحب المسرفين. طيب تعالوا ما نشوف واجبنا نحو المرافق العامة. تحدث مشرف الجماعة عن ضرورة المحافظة على المرافق العامة، ولكن الوقت لم يتسع لمناقشة هذا الموضوع. قال سامح: أنا يا أبي قرأت كتابا في المكتبة عن المرافق العامة وأهمية المحافظة عليها من كل عبث أو تخريب. يقول مؤلف الكتاب: المرافق العامة هي كل ما فيه نفع ينتفع به كل الناس، ولا يختص به فرد واحد دون الآخر. زي ما أخذ في درس المحافظة على الماء العام في سنة أولى إعدادي، ده نفس الكلام يا جماعة، اللي هو المرافق العامة اللي هي مال جميع أبناء الأمة، وهذه المرافق تقيمها الدولة بالمال العام اللي هي مال جميع أبناء الأمة، وتكلفها ملايين الجنيهات، وهي كثيرة ومنتشرة في كل مكان، ومنها المدارس التي يذهب إليها الطلاب ليحصلوا على العلم النافع، اللي هي المدارس الحكومية، فيرتفع شأن الوطن حتى يحتل مكانا كبيرا بين دول العالم، ومنها أيضا وسائل المواصلات، السيارات العامة يا جماعة، القطارات، الأوتوبيسات العامة التي ينتفع بها المواطنون، حيث تعمل على تقريب المسافات وحمل الأمتعة وسرعة الانتقال من بلد إلى آخر. والمستشفيات العامة كذلك الأمر، المستشفيات العامة اللي بتقيمها الدولة علشان علاج الأمراض والمرضى، فبيقول: والمستشفيات العامة التي تقيمها الدولة لعلاج المرضى وتخفيف آلامهم بدون أجر أو بأجر رمزي زهيد. مش المستشفيات يا جماعة الخاصة، أنا بنتكلم عن المستشفيات العامة، زي مستشفى القصر العيني، مستشفى الجامعة، زي مستشفى الحميات وغيرها من المستشفيات. والمكتبات العامة بما تمتلئ به من كتب ومراجع علمية وأدبية نافعة، زي ما عندنا هنا في مصر مثلا مجموعة من المكتبات، أشهرها مكتبة الإسكندرية وكلنا عارفين، في مكتبة دار الكتب المصرية اللي في القاهرة وغيرها من كتب ومراجع علمية وأدبية نافعة يستفيد منها الكبار والصغار، حيث يجدون فيها غذاء قلوبهم وعقولهم. والحدائق العامة بما فيها من أشجار باسقة وزروع ناضرة وأزهار ذات رائحة عطرة طيبة وألوان مختلفة تسعد بها النفس وتطمئن القلوب. كل هذه المرافق وغيرها يجب علينا أن نحافظ عليها نظيفة جميلة منظمة، وأن نعمل على حمايتها من كل عبث أو من كل تخريب. تعالوا نحل التدريبات مع بعض. بيقول لي: ماذا يحدث إذا انعدمت الجاذبية عن الأرض؟ بسرعة، ها مين هيجاوب؟ أيوة صح، زي ما هنقول مع بعض، لو انعدمت الجاذبية إيه اللي يحصل يا شباب؟ اللي هيحصل إن الناس مش هتبقى مستقرة على الأرض، والأرض هتبقى مضطربة، والناس هتبقى طايرة، ومفيش حاجة مستقرة على ظهر الأرض. طيب لو الأرض خلقت من غير جبال، لسه قايلين الأرض هتبقى مضطربة مهتزة، مفيش ثبات ولا استقرار على وجه الأرض. لا، الأرض في أثناء دورانها ممكن إحنا تبص تلاقي نفسك بتلف بتدوخ بتقع. ليه؟ ما هو الأرض مش مبتئة، ما هياش مستقرة، ما فيش الجبال الرواسي اللي ربنا وضعها فيها. لو الإنسان استمر في تجريف الأرض الزراعية كده، عملية التصحر هتزيد، اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي زيادة نسبة الصحراء، قلة نسبة الأرض الزراعية وقلة الموارد وهلاك الناس بالتالي. طيب إذا أساء الناس استخدام المياه إيه اللي يحصل؟ طبعا مش هنلاقي مياه، ومياه الشرب هتقل، المياه اللي احنا هنزرع بيها الارض الزراعيه هتقل، يبقى دلوقتي مياه الشرب هتقل فالناس هتعطش.
الأرض الزراعية هتعطش لأن مياه الأرض الزراعية مش هتبقى متوفرة، وبالتالي هلاك للناس كلها. عندك كمان ماذا نفهم من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي أن كل شيء خلق على ظهر الأرض سواء كان إنسان أو أي كائن، إنسان أو حيوان أو حشرات أو نبات، كل الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تسبح بحمد الله، وذلك دليل على قدرة الخالق عز وجل. لماذا سخر الله السماوات والأرض؟ لخدمة الإنسان، علشان الإنسان يقدر أنه يعمر هذا الكون اللي هو خليفة عليه أو خليفة لله في تلك الأرض، ومن ثم يقدر أنه يعمرها لخدمته ولخدمة أبناؤه وأحفاده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.